السلام عليكم ورحمة الله تعالى. مع رحلة جديدة لأحد الكتاب المشهورين يصف فيها مذكراته عند قيامه برحلة إلى إحدى قرى الصين. عنوان رحلتنا اليوم: يوميات مسافر في الصين. كاتب هذه المذكرات هو السيد نجم. دعونا نتعرف إلى بعض المعلومات حوله. السيد نجم هو روائي وقاص مصري. من أعماله أيام يوسف المنسي وسر القلب الذهبي ويحكى أن والأشبال على أرض الأبطال. بداية سأقوم بقراءة النص. أتمنى منكم متابعة القراءة بشكل جيد حتى تتمكنوا من قراءته لوحدكم. أعشق الرحلات والمغامرات وكثرة الأسفار. رأيت جمال الطبيعة في البحار والوديان والجبال وفي الصحاري والغابات، وواجهت المواقف النادرة والغريبة وتعلمت حسن التصرف فيها. لكن ما حدث في جبال الصين لن أنساه أبدا طيلة حياتي. حدث أن سافرت إلى الصين، وبعد أن وصلت بالطائرة بدأت رحلة أخرى سيرا على الأقدام. كانت جبال الصين ضخمة وكبيرة شاهقة تلامس قمة بعضها السحابة، جميلة تكسوها الخضرة، مسكونة بالبشر مع بعض الحيوانات. فلقد عرف الصينيون الزراعة ورعي الحيوانات منذ قديم الزمان. هذا ما أخبرني به بعض سكان تلك المناطق الجبلية. بعد أيام عدة ما إن وصلت إلى سكان قرية تقع عند سفح جبل قريب، حتى رأيت أناسا لا أعرف لغتهم، ومع ذلك تابعت عاداتهم وسلوكهم عن قرب. وصلت إلى القرية بعد أن نفدت أموالي كلها. كانوا يرحبون بي بحرارة وحب، يبتسمون، يتحدثون طويلا، لكن دون أن يقدموا إلي كوبا من الشاي أو طبقا شهيا من أي شيء يملأ جوفي. وكانوا يشوحون بأيديهم علني أفهم، فأجيب بما أفهم أو حتى بما أريد أن أقول بالعربية التي لا يعرفونها، وبحركات يدي التي كادت تصرخ وهي تشير إلى فمي وبطني: جائع جائع. لم أفهم سوى كلمة مسلم، أوافق بالإشارة وبكلمات كل اللغات التي أعرف منها كلمة نعم. فيبتسمون ولا يحضرون ما أرجوه ولا حتى كسرة خبز. صبرت طويلا، خصوصا عندما دخلت كوخ عمدة القرية وشممت رائحة الشواء. تشوقت معدتي للحم المشوي المنتظر. هناك أمل يتجدد. مضت بضع ساعات قليلة حتى رأيت العمدة يدفعني دفعا أمامه إلى خارج الكوخ، حيث كان قرص الشمس الذاهب إلى غروب. لم يلفت نظري منظر الشمس بقدر ما انتبهت إلى ذلك العجوز الذي يتأمله. قلت في نفسي: يبدو أنه شاعر أو متأمل. بعد أن أتناول طعاما سأفكر في أمره. فأنا جائع، منذ مساء أمس لم أتناول كسرة خبز. ظننت أنني أحلم، وكيف يكون ما أرى وأسمع حقيقة؟ رأيت العجوز يرفع كفيه إلى أذنيه، وسمعته يقول بصوت جهوري واضح: الله أكبر الله أكبر،
إنه يرفع أذان المغرب، وما إن انتهى من مهمته حتى دفعني العمدة ثانية أمامه. دخلت قاعة كبيرة اتسعت لكل أفراد القرية، كلهم ينتظرون انتهاء الأذان ليتناولوا طعامهم. إنه اليوم الأول من شهر رمضان في جبال بلاد الصين. مشقة السفر أنستني تحري ليلة بداية الشهر الكريم. شعرت كأنني بين أهلي في بلدتي، وتذكرت أجدادي العرب القدماء وقد وصلوا إلى بلاد الصين البعيدة، ورفعوا فيها الأذان 5 مرات يوميا، وكان أجمل رمضان في كل رحلاتي وأسفاري. سنحدد بعض المفردات الجديدة في هذا النص. سفح الشيء أي أسفله، يشوحون أي يشيرون، جهوري مرتفع، التحري البحث والتقصي. نجيب الآن عن بعض الأسئلة. ما الهواية التي يحبها كاتب المذكرات؟ طبعا ماذا الكاتب الذي كتب لنا هذا النص، ماذا كان يحب؟ نعم أحسنتم، كان يحب المغامرات وكثرة الأسفار. كيف وصل الكاتب إلى القرية التي عند سفح الجبل؟ كيف وصل؟ هل ركب طائرة أم سيارة أم برا أم بحرا؟ كيف وصل إلى هناك؟ نعم إنه وصل سيرا على الأقدام. ماذا تذكر الكاتب عندما جلس مع أهل القرية ليتناول الطعام؟ نعم لقد تذكر قريته وأجداده القدماء، وكيف وصلوا إلى بلاد الصين البعيدة ورفعوا فيها الأذان 5 مرات يوميا. الآن معنى هذا النص، نريد أن نستخرج منه كلمتين مترادفتين. مترادفتين أي تحملان نفس المعنى. سافرت إلى الصين، وبعد أن وصلت بالطائرة بدأت رحلة أخرى سيرا على الأقدام. بدأت رحلة أخرى سيرا على الأقدام. كانت جبال الصين ضخمة وكبيرة. إذن ضخمة وكبيرة أيضا كلمتين مترادفتين. ما مرادف كلمة مرتفعة؟ طبعا مرتفعة أي عالية شاهقة. نعم شاهقة تلامس قمة بعضها السحابة. مرادف كلمة تغطي، تغطيها أي تكسوها. أحسنتم. مضاد كلمة مهجورة، مهجورة ليس فيها سكان، ما ضدها؟ ممتاز مسكونة. أحسنتم، شكرا لكم. إلى هنا يكون قد انتهى درسنا اليوم. نلقاكم بخير بإذن الله. إلى اللقاء.